كما لو كنت في العصور القديمة، خيل وبيداء وحياة خالية من كل مظاهر الحياة العصرية، لا يعكر صفوها سوى الأهازيج والزوامن الشعبية التي يعود تاريخها إلى ما قبل مئات السنين. ففي صحراء شق الذهبة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة أقيم مهرجان التراث والموروث الشعبي بنسخته الخامسة كفعل سنوي ينظمه أهالي المنطقة، وضم القرية التراثية التي حاكت تاريخ المنطقة وإرثها وعاداتها وتقاليدها الأصيلة. نحن أتلاشينا التراث قد بغاه يروح نهائيا، وجمعناه من كل فج عميق وتعبنا عليه وخسرنا عليه حتى نكون يكون موقع استراتيجي لأجيالنا في الحاضر والمستقبل ومجاوريننا في اليمن وغير اليمن. هذا تراث عربي. سباق الخيل والهجن من الرياضات العربية القديمة كانت حاضرة في هذا المهرجان التي توافدت لحضوره جموع غفيرة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لما تمثله من شغف لديهم، لا سيما وأنها رياضة يتوج فيها الفائزون أبطالا للشجاعة والصبر والتحمل. الجهات المسؤولة أن تدعم هذا المهرجان وتعتمده اعتماد رسمي، لأن هذا يهم المنطقة، والتراث يعتبر محافظ عليه اليوم عالميا في جميع الدول، مش في بس في منطقتنا أو في اليمن، بصفة عالمية جميع الدول العالمية والعربية والإسلامية محافظة على تراثها، وواجب علينا الحافظ على تراثنا ونشجعه، والمعني بالأمر هذا الحكومة. وتعد مديرية عسيلان موطن الحضارات وعبق التاريخ، لا سيما وقد عاشت على أنقاضها الحضارة القتبانية التي يعود تاريخها للقرن الخامس قبل الميلاد بحسب كتابات خط المسلم. يعد الاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية ومن ضمنها سباق الفروسية والهجن من أبجديات سكان البادية هنا في صحراء مديرية عسيلان، حيث قام مهرجان الفروسية ليس للتسلية وحسب، بل موروثا شعبيا توارثه الأجيال وأصبح الرياضة الشعبية التي يهتم بها الجميع. أبو كف حسين لقناة بلقيس شبوة.